السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجع ما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهارده عن موضوع يخص علم البيئة. بنتكلم على موضوع زي ما هو واضح، الاتزان البيئي أو الإيكولوجيكال بالانس. الموضوع الحقيقة عشان نفهمه لازم نعرف إن الحياة كلها مبنية على اتزان. يعني إيه؟ لو بصينا كده مع بعض الفلوت شارت أو الإنفوجرافيكس اللي قدامنا أو الرسم اللي قدامنا أو أيا كان الشكل اللي قدامنا ده، بيورينا ايه؟ بيورينا العلاقات المختلفة. طبعا هو الشكل ممكن يبدو ان هو زحمة، فممكن نروح للشكل الغامق بتاعه اهو. القصة ايه؟ القصة بكل بساطة هتلاحظوا ان الناحية اللي على اليسار انا عاملها في الوان خضراء، مستطيلات بلون اخضر، وفي مستطيلات بلون ازرق. ايه بقى الحكاية دي؟ انا حبيت بس الفت نظركم في الخلفية الغامقة هنا، عشان هنروح دلوقتي نعمل ايه؟ نرجع تاني كده اهو. الدنيا كلها علاقاتها مبنية على العلاقة، النظام البيئي مبني على العلاقة ما بين الكائنات الحية اللي هي مثلا زي النباتات بالشكل ده كده، والمستهلكات الإنسان والحيوان وخلافه، خلاص؟ طيب، والمحللات إذا كانت موجودة في التربة إلى آخر هذه الأمور. يبقى ده المثلث ده بتاع الكائنات الحية. طيب، التلاتة دول علاقتهم ببعض وعلاقتهم بما يحيط بيهم بقى من عناصر او مكونات نظام بيئي غير حيه، زي مين؟ زي الطاقه الضوئيه اللي ممثله في الشمس طبعا، الغازات المختلفه ثاني اكسيد الكربون او الاكسجين، او زي الميه هنا بقى في التربه، او المغذيات والمعادن الى اخره، مواد عضويه وعناصر بالتربه. كل دول بنسميهم مدخلات نظام بيئي، يعني دي حاجات هتدخل على النظام البيئي. طبعا اللي بيمتص او بيدخل هذه الحاجه للنظام البيئي، طبعا احنا عارفين يعني ايه نظام بيئي، بس هنفكركم. انا المستطيل المنقط ده انا قلت ان هو ده حدود النظام البيئي. يعني ايه؟ لو انا خدت حته مزرعه كده وحواليها سور، هعتبر ان دي النظام البيئي بتاعي. لو انا قاعد في قاعه انا والطلاب قاعدين في مكان، ده النظام البيئي بتاعي. يبقى هو حيز من المكان بيحتوي على عناصر او مكونات حيه اللي هي زي الانسان والكائنات الدقيقه والحيوان والنبات الى اخره، اذا كانت مزرعه، وما يحيط بها من كائنات غير حيه بقى، من عناصر غير حيه او مكونات غير حيه، زي مين؟ زي التربه، زي الهواء، زي كذا زي كذا، ما هو واضح قدامنا كده. طيب، الحاجات اللي هتدخل الحيز ده مين اللي هيقدر يدخلها؟ اكيد الكائنات الحيه اللي موجوده. طيب، نبدا مع بعض كده نقول ان مصدر الطاقه الرئيسي، مصدر الطاقه الرئيسي في الكون اهو، اللي هو ايه؟ الشمس اهي. الضوء ما بينزل، بدون دخول في التفاصيل ده لفيديو اخر، بينزل في صوره موجات كهرومغناطيسيه. المهم، ايه اللي ممكن يوصل الضوء ده او يمتص الضوء في كل الكائنات الحيه؟ ما فيش غير المنتجات او النباتات، النباتات طبعا والطحالب وبعض انواع البكتيريا اللي فيها اصباغ. ليه؟ لان الوسيله الوحيده ان الضوء ده يدخل في الحيز ده او نقدر نستفيد بيه لازم من خلال عمليه البناء الضوئي. ايضا عمليه البناء الضوئي دي ما بتعتمدش على امتصاص الضوء والكلوروفيل اللي موجود هنا والاصباغ بس، لا، لازم بيصاحبها كمان امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون برضه في البناء الضوئي. وايه تاني؟ والميه بتمتص هنا لانها داخله في عمليه البناء الضوئي. لو نرجع للفيديو الفيديو او معادله البناء الضوئي، هنلاقي ان في ايه؟ امتصاص ثاني اكسيد الكربون والميه والضوء في وجود الاصباغ، وهيطلع لنا حاجات هنشوفها دلوقتي. يبقى اذا الطاقه الضوئيه هتمتص من البناء الضوئي في المنتجات، ثاني اكسيد الكربون هيمتص في المنتجات في عمليه البناء الضوئي. خلي بالنا، مهم جدا نعرف اسم العمليه دي. طيب، خلاص هنفوت الاكسجين دلوقتي، وادي الميه اهي لما هتكون في التربه هيتم مع المعادن المغذيات هتمتص. فين الامتصاص؟ اهو. طيب، الميه والمعادن وثاني اكسيد الكربون والطاقه الضوئيه دي لما راحت هنا عملت لي ايه؟ عملت لي ايه؟ عملت كربوهيدرات او مواد عضويه معقده، اللي هي حولت الطاقه الضوئيه الى طاقه كيميائيه. الطاقة اثناء العملية دي، يعني لما حصل بناء ضوئي، مش اكيد في مخرجات خرجت؟ ايوه، ثاني اكسيد الكربون دخل وطلع مكانه اكسجين اهو في البناء الضوئي بالشكل ده. طب والطاقة الكيميائية
اللي موجودة في جزء منها هيحصل له ايه؟ هيتأكسد، يعني هيتحرق، وده هنسيبه دلوقتي. الجزء اللي هيستنى بقى في الأوراق، في الثمار، في الحاجة اللي هتتاكل، مين اللي هيستفاد بيها؟ المستهلكات، إنسان أو حيوان وخلافه. يبقى انتقلت طاقة كيميائية ضوئية إلى طاقة كيميائية مع الكربون والمية، وراحوا فين؟ للمستهلكات. طيب المستهلكات دول عملوا بالكلام ده إيه؟ هيحرقوه في صورة طاقة وتعب، وهنتكلم عن ده دلوقتي. والجزء اللي هيموت بقى، أو فضلات الإنسان والحيوان إلى آخره، فضلات النبات هتتحلل أهو، الأوراق اللي هتتساقط هتتحلل وهتنزل في التربة. والكائنات دي فضلاتها او هي نفسها لما هتموت هتتحلل بواسطه المحللات وهتروح للتربه. يبقى المثلث ده شفنا الاسهم اللي فيه موجوده بالشكل ده كده اهو. جزء المواد العضويه اللي موجود هنا واللي في الانسان عشان يستفاد بيه، يعني احنا لما ناكل كلنا ثمره والبناء الضوئي اتعمل وفيه كربوهيدرات، هنستفاد بيه ككائنات في الحركه في النمو في التكاثر ازاي؟ لازم نكسره، نأكسده، يبقى لازم أكسجين أهو في عملية التنفس، والتنفس بيحصل في كل الكائنات الحية يا جماعة الخير، خلاص؟ يبقى حتى النبات بيتنفس، هياخد أكسجين ويكسر المواد العضوية وينمو بيها ويثمر وهكذا، خلاص؟ ويطلع مين؟ ويطلع ثاني أكسيد الكربون. والإنسان نفس الكلام، هيتنفس هيطلع ثاني أكسيد الكربون، وطبعا في حاجات بتطلع بقى في صورة حرارة. يبقى كل اللي على اليسار دي ده دخل النظام البيئي، واللي على اليمين ده كله خرج. طبعا بما فيها بقى الميه هنا بتخرج اللي هي دخلت دي، ممكن تخرج فيها عمليه ايه؟ يا اما بتروح للانسان لو كان ثمره فيها عصيريه، او لو طلع في صوره نتح اللي هو الميه خرجت هنا. يبقى لو بصينا كده هنلاقي كل اللي دخل هنا في المدخلات كله راح هنا، خرج في المخرجات، بس دخل بعمليه زي ثاني اكسيد الكربون، هيدخل فين؟ بالبناء الضوئي. خلاص؟ وهيطلع فين؟ ثاني اكسيد الكربون، امشي كده 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 اهو، هيطلع التنفس. الاكسجين هيدخل فين؟ في التنفس، لكن لما كان طلع، طلع من النبات فين؟ في البناء الضوئي. فننتبه يا جماعه الخير، طول ما المواد المدخلات النظام اللي على اليسار متوفره وموجوده ومتوازنه مع المخرجات، يبقى كده في ده بنسموه اتزان نظامي. لكن لو تخيلنا مثلا ان في مكان حجبنا عنه الشمس، يعني عملنا مثلا غرفه او مزرعه وقفلناها خالص، مفيش ضوء شمس، الدنيا كلها هتقف بقى خلاص، مفيش بناء ضوئي، مش هيمتص ثاني اكسيد الكربون، خلاص المياه مالهاش قيمه، مش هيحصل حاجه خالص، مش هيكون مواد عضويه، مش هيعيشوا الكائنات اللي موجوده. يبقى احنا كده بندمر النظام البيئي. نيجي مفيش ميه، في جفاف، هيحصل نفس الكلام. يبقى اي عنصر من العناصر يقل من المدخلات هياثر على الدوره كلها، وكمان هياثر على المخرجات، وهيأثر على المخرجات. يبقى إذا مفهوم الاتزان البيئي نقصد بيه إيه؟ نقصد بيه الاتزان ما بين مدخلات النظام البيئي اللي شفناها على اليسار هنا، وما بين المخرجات اللي موجودة هنا بالشكل ده كده. طيب أهو الكلام ده عشان نركز فيه، يبقى آدي المثلث بتاعنا أهو، آدي الأخضر كله اللي أهو، ده مدخلات اللي هو طاقة ضوئية، ثاني أكسيد الكربون، أكسجين، وميه ومغذيات ومعادن، ده كله مدخلات، راحوا خرجوا الناحيه الثانيه، الميه دخلت خرجت اهي. ثاني اكسيد الكربون دخل وخرج برضو اهو، الاكسجين دخل وخرج برضو هنا اهو بالشكل ده كده، وكل ده هنلاقيه في الناحيه اليمين، يبقى كل الحاجه اللي دخلت خرجت هنا. حد يسال امال الضوء ده راح فين؟ ما احنا اتفقنا ما بقاش ضوء بقى خلاص. الطاقه الضوئيه دي اتحولت لمواد ايه؟ كيميائيه. فراحت فين؟ جزء منها اللي هو الثمار والاوراق اللي بتاكل او تحلل او كده، هينزل هيرجع للتربه في صوره عناصر تاني اللي هي دي. عشان كده العناصر خرجت اهي برضو في المخرجات. طيب والجزء اللي باقي لو في اثناء التحولات، احنا خدنا قانون الديناميكا الحراريه او القانون الاول للطاقه، احنا قلنا اي تحول للطاقه من طاقه ضوئيه لطاقه كيميائيه هيصاحبها مع التنفس والتكسير والكلام ده كله هيصاحبه ايه؟ حراره اهي. وبكده بنكون احنا فهمنا ولخصنا. طبعا الكلام ده كله ليه تفصيلات كبيره جدا، احنا اتفقنا تبسيط العلوم، يعني بنبسط العمليات الكبيره والضخمه والمعقده الى صوره بسيطه جدا بحيث ان احنا ننهي بيها. يبقى ده المدخلات وادي المخرجات، حصل بينهم اتزان، نعم، في الحدود النظام البيئي، ايوه الحدود بتاعه النظام البيئي اهي المنقطه دي اهي، خلاص حصل في اتزان ما بين المدخلات والمخرجات. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت نسيت شيئا أو أخطأت فمن نفسي.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. أترككم في رعاية الله وأمانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.